احمد. اديني جاي موريتس شرق شرق على ايش صف لي متلي هذا مرور اربع ساعات من المقابله. فريق الخصم نادي افران في الصف الثاني فريق شرق على ايش اظن في الصف 12 او 11 قبل بدأت ساخنة هذا الفريق العرائشي انه يسجل موغيت مرة أخرى عند موغيت غادي يقذف لا ما خلاوش يقذف رجع موغيت دائما صفر لمثلي بين نادي افران والشباب على ايش الفريق شباب عرائش غادي يكون الاسبوع القادم في راحه عنده 9 ديال النقاط ولازم انه يدير شي نتيجه ايجابيه اليوم لانه مقبل على راحه الاسبوع المقبل خطأ على بعد 25 متر للفريق المحلي أخيرا السيد الحكم انتبه دار بعض الأخطاء الفادحة اللي كانت احتجاجات من طرف باقي الفريق المحلي عليه بدا به شهير الورقة الصفراء في وجه موغيت نتابعوا هاد اللقطة هذه اللي كتشكل خطورة على المرمى الإفراني نادي إفران الصف الثاني دفاع حمريه خنيفره في الصف الاول الفريق العرائشي في بحث حتيت على الهدف الاول على الانتصار اكيد ما كانش انتصار كل الامور غتزاد المحنه ديال الفريق اصلا هو محن ماديا غنتابعوا هذه العمليه هذه غادي يقضي فيها ياسين كومان ياسين في الحائط حكم شهر الراية ديالو هناك
زاوية ما زالت نتيجة صفر كتقرب في الجو الآن تسقط الأمطار إن شاء الله بعد قليل. الفرصة تتحدث عن سقوط الأمطار لمدة 3 أيام أحد 2 الثلاثاء تبعد الكرة على الله. ضربة خطأ الزاوية لصالح نادي إفران بعد دقائق معدودة من نهاية الشوط الأول. في العريضة كرة أخرى قذفها والدفاع كيدخل وكيخرج الكرة للزاوية. شفتوا هذه اللقطة هذه كانت جد خطيرة لولا تدخل ببراعة من الحارس. الزاوية لصالح نادي إفران طويلة رأسية ديال الدفاع. اخلاص ضغوطات جباري جباري اش غيدير جباري عطى المغيط لكن كان المدافع سباق يظهر لي المدافع ديال إفران انه مصاب الان بعد ما اصطدم مع الصديق ديالو كما كتلاحظوا. مغيط هذا مغيط عنده ورقه صفراء اثر احتجاجه على فرصه اللي كانت اسقاط مروان برهو من طرف الحارس. الحكم لم يعلن على شيء. فرجت هو اللاعب في الهجوم اليوم ياسين كومان وسط الميدان مازال 0-0. مغيط مغيط عطاها لبوحبة بوحبة جباري ولكن ما وصلهاش جباري. صعبة هذه صعبة هذه صعبة هذه الزاوية زاوية لصالح نادي إفران زاوية لصالح نادي إفران. حارس دائما يونس يونس عند نوفل نوفل عند بوحبة ما وصلهاش بوحبة نوفل نوفل خلى ياسين بعد ما وقع له التباس قال ياسين يلا ياسين يلا كومان يلا ياسين كومان مروان ما وصلهاش لياسين وبذلك بداو الناس ديال إفران. نتابعوا هذه العملية هذه غادي يقلبها ياسين كومان ياسين ياسين في الحائط في الحائط. اي 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 اي